السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي عزيز ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في الدنيا المليح هذه المرة من رحمنا النواحي ديال مراكش، سلعة جودة عالية اللهم بارك. أغلب العجول هنا بلجيكي، كاينين بعض منهم موبيليار. بالنسبة لعدد العجلات كاين 7 في المجموع، والعجول كاين 33 سلعة زوينة اللي بغاها مرحبا، يعني سلعة ساوية الثمن، سلعة اللي كطلع اللهم بارك. طالب فيهم جملة يعني الثمن ديال البيع 150 ألف ب40 بيهم اللي بغاهم مرحبا، اتصل بالسيد. اجل يعني زوينين كي ياكلو ماركة بريمير كاليتي، نتمنى خير للجميع. هادشي اللي كاين هانتوما العجول واقفين صراحة الله، الأغلبية ديالهم زوينين اللهم بارك. الثمن مناسب 150 ألف، يعني هنا كاين السلعة 190 180 170، يعني هادو راه ثمنهم في السوق هكا داير. إن شاء الله خير للجميع. يا الله هذا ثمن الجملة اللي بغاها مرحبا، خليكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناة ديالنا باشتراكات بلي جيم باش ديما نحضروا ليكم جديد، واللي بغى يحط شي حاجة مرحبا به. هادشي اللي كاين، خليناكم إلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.